في حلقة جديدة من برنامجنا سر التفوق، حلقة جديدة وسر جديد، ومعانا مجموعة جديدة من أصدقائنا المتميزين والمتفوقين. زي ما احنا متعودين بيبقى معانا فريقين، وكل فريق متكون من اتنين، وطبعا زي ما قلنا قبل كده بيبقى معانا مجموعة من الأسئلة المتنوعة هنسألها للفريقين. طبعا نشرح وهنفكركم طريقة المسابقة بتبقى عاملة ازاي، بس لازم نتعرف الأول على الفريق الأول والفريق التاني. الفريق الأول فريق البنات، أهلا بيكم. عايزين نعرف بقى اساميكم، وكل فريق برضه هيفكر لي في اسم الفريق بتاعه علشان نقوله ونسميكم بيه طول الحلقه. اسمك ايه؟ ندى ناصر. ندى، هلو ندى. ملك احمد. ملك، هلو هلو ملك. عمرو سام. عمرو طلعت. اهلا بيكم. كل فريق منكم، طبعا احنا معانا فريق بنات وفريق اولاد، كل فريق منكم هيسمي نفسه اسم علشان طول المسابقه نقول الفريق الاول اسمه كذا والفريق الثاني، وطبعا احنا دلوقتي بنتنافس عشان نحصل على كاس التفوق. اول فريق كده فكروا مع بعض هتسموا نفسكم ايه؟ والفريق الثاني برضه هيفكر في اسم. اوكي. جالاكسي. جالاكسي، عارفين يعني ايه جالاكسي الاول؟ يعني ايه؟ المجره طبعا. اوكي. دبل ايه. دبل ايه، ليه بقى الاسم كده دبل ايه؟ عشان عمرو وعمار. عشان عمرو وعمار. اوكي دبل ايه، يبقى احنا معانا فريقين، فريق البنات اسمه جالاكسي وفريق الاولاد اسمه دبل ايه، مسمين دبل ايه عشان عمرو وعمار. المسابقه عندنا بتبقى مجموعه من الاسئله، المجموعه من الاسئله نبدا مثلا بالمجال الديني. لو جبنا سؤال للمجال الديني لازم الفريق الاول ياخد سؤال ديني والفريق الثاني ياخد سؤال في المجال الديني وهكذا. لو اتكلمنا مثلا عن العلوم، فرع العلوم او الجغرافيا، الرياضيات، معلومات عامه، سؤال الملاحظه او السرعه، لازم سؤال للفريق الاول زيه بالظبط للفريق الثاني. فاحنا دلوقتي هنبدا مع الفريق الاول، اول سؤال وهيكون في مجال العلوم. زي ما قلنا قبل كده بيبقى عندنا وسيلتين مساعده. يعني ايه وسيلتين مساعده؟ كل فريق من الفريقين ليه الحق في انه يختار وسيله من وسائل المساعده. اول حاجه ان انا احذف له اجابه من الاجابات الموجوده، وتاني حاجه الاكسترا تايم. يعني ايه اكسترا تايم؟ يعني وقت اضافي. يعني ايه اكسترا تايم؟ يعني الوقت الاضافي. يعني كل فريق عنده وسيلتين مساعده يقدر يستخدمه. والله لقيت السؤال طويل ممكن اقول انا عايز اكسترا تايم، لان احنا عندنا وقت محدد لازم تجاوب قبليه. في حاجه كمان ان شاء الله باذن الله الاخر خالص، كل واحد هيجاوب اجابه صح هياخد كريستاله ويحطها قدامه في الكاس بتاعه. في الاخر خالص هنجمع عدد الكريستالات اللي حصل عليها كل فريق، وطبعا الفريق اللي حصل على عدد كريستالات اكبر بيبقى هو الفريق الفايز وهو اللي هيحصل على كاس التفوق. هنبدا دلوقتي مع الفريق الاولاني، فريق البنات ندى وملك اللي اسمه جالاكسي. هنبدا معهم السؤال الديني. اوكي مستعدين؟ ريدي ستدي جو. اوكي يلا مع بعض نشوف بس المجال ايه. هنبقى في مجال العلوم زي ما اتفقنا قبل كده معاكم. انا عارفه ان انتوا واخدين العلوم ساينس بالانجلش، لكن انتوا برضو لازم يبقى عندكم معلومات عامه. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبدا مع بعض بسؤال العلوم وهيبقى باللغه العربيه. يعني بيقول لي يتكون جسم الانسان من مجموعه من الاجهزه، ما اسم الجهاز الموضح بالصوره؟ وعندنا ثلاث اختيارات. زي ما قلت لكم المفروض ان انا عندي ثلاث اختيارات. والله لقيت السؤال صعب عليك، كل اللي هعمله تقول لي احذف لي اجابه علشان اسهل عليك لو انت مش عارف الاجابه. بيقول لي الجهاز العصبي اللي قدامي ده، ولا الجهاز الدوري، ولا الجهاز الهضمي. سهل جدا، انتوا واخدينه بالانجلش بس انت عارف طبعا تكوين الجهاز اللي قدامك. سؤال العلوم، يتكون جسم الانسان من مجموعه من الاجهزه، ما اسم الجهاز الموضح بالشكل؟ اوكي احنا معانا تايم، احنا معانا تايم. اهم حاجه تاخد بالك لازم يكون في سرعه وتركيز، اهم حاجه. فكروا مع بعض. فريق جالاكسي البنات. اوكي خلاص احنا لسه معانا تايم. 8 7 6 5 4 3 2 1. اوكي خلاص التايم خلص. عرفتوا الاجابه؟ اوكي ندى. الجهاز الهضمي، هو طبعا باين جدا بيبدا من اول بالعوم، الفم، كل الحاجات دي طبعا في الاخر بتقول ان ده الجهاز الهضمي. نشوف كده الاجابه. طبعا اجابه صحيحه، طبعا ده الجهاز الهضمي، صوره الجهاز الهضمي. حتى لو انتوا واخدينه بالانجلش اسمه ايه بقى بالانجلش؟ digestive system. اكسل. طبعا احنا حتى لو واخدينه بالانجلش بس احنا اللي عندنا معلومات عامه ان اكيد الجهاز الهضمي بيبدا من اول الفم، بعد كده البلعوم وحاجات كتيره جدا. ناخد الكريستاله، وكده اول فريق فاز بالكريستاله بتاع سؤال العلوم. الفريق الثاني فريق الاولاد اللي هو دبل ايه عمرو وعمار، لازم نختار لهم برضو سؤال في مجال العلوم علشان ياخدوا الكريستاله، وان شاء الله هياخدوا الكريستاله دلوقتي. دبل ايه فريق عمرو وعمار، نشوف لهم سؤال العلوم. شطار في العلوم اصلا ان شاء الله. اوكي يلا معايا. السؤال بيقول ايه بقى؟ يتكون جسم الانسان من مجموعه من الاجهزه، ما اسم الجهاز الموضح بالصوره؟ ده الجهاز العظمي، ولا التنفسي، ولا البولي؟ Thank you.
احنا معانا تايم. فريق دبل ايه ياخد باله ان في تايم بس، وفكروا مع بعض، ولو وعندكم وسيله مساعده بس انتوا لسه قدامكم التايم، فكروا مع بعض. تيك يور تايم عمار وعمرو. لسه معانا تايم 14 13 12 11 10 9 8 عرفتوه؟ 7 6 5 4 3 2 1 اوكي التايم خلص. مين هيجاوب؟ الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي طبعا هو تلقائيا بيقول لي بيبدا من الانف والفم والحنجره، وفي كمان الرئه، الرئه اليمنى والرئه اليسرى، ده اكيد الجهاز التنفسي. اكسلنت عمرو وعمار فريق دبل ايه برضو جاوب السؤال بتاع العلوم صح، ولذلك هم هياخدوا كمان الكريستاله. يبقى احنا كده الفريقين جاوبوا الحمد لله مجال العلوم صح، فريق دبل ايه وفريق جالاكسي، ملك وندى وعمار وعمرو. اوكي احنا كده متساويين. في شويه احتفالات كده بس عشان انتوا جاوبتوا السؤال صح، ونشوف المجال اللي بعده. مستعدين؟ عندنا سؤال ديني، السؤال في المجال الديني. طبعا هيبقى سؤال سهل جدا شبه اللي فات، وانا عارفه ان انتم متفوقين وعندكم معلومات عامه. زي ما قلنا قبل كده الشخص المتفوق مش لازم يكون متفوق دراسيا، لا يكون كمان عنده معلومات عامه ومتفوق في كل المجالات. يلا ندى وملك، من اركان الحج الطواف حول الكعبه المشرفه، كم عدد مرات اشواط الطواف حول الكعبه؟ ده بمناسبه طبعا كل سنه وانتم طيبين، ان احنا خلاص العيد كمان يومين بالظبط، وان في موسم الحج خلاص وقفت عرفه، فاحنا دلوقتي بنسال سؤال عن معلوماتك العامه عن الحج واركان الحج. من اركان الحج الطواف حول الكعبه المشرفه، كم عدد مرات اشواط الطواف حول الكعبه؟ التايم طبعا بدا، فكروا مع بعض. ندى وملك فكروا مع بعض. اوكي متاكدين من الاجابه؟ بس احنا لسه معانا تايم 4 3 2 1. اوكي مين اللي هيجاوب؟ انا. ملك يلا يا ملك. 7 اشواط. متاكده؟ اه. طب نشوف كده. طبعا 7 اشواط، المفروض ان دي معلومه عامه احنا عارفينها عن اركان الحج، وحاجه جديده حتى للي مش عارفها ان احنا ناخد المعلومه دي بمناسبه موسم الحج. كل سنه وانتم طيبين. يبقى من اركان الحج الطواف 7 اشواط. يبقى ايه 7 اشواط؟ اوكي يلا خدنا كريستاله كمان، فريق جالاكسي خد ثاني كريستاله في المجال الديني. نبدا بقى مع فريق دبل ايه السؤال الديني. من اركان الحج السعي بين جبل الصفا وجبل المروه، كم عدد مرات اصوات السعي بين الصفا والمروه؟ برضو سؤال علشان الحج بمناسبه الحج وعيد الاضحى. هنشوف الاجابات بتقول ايه. 9 اشواط، 7 اشواط، 3 اشواط. بيقول لي من اركان الحج السعي بين جبل الصفا وجبل المروه، كم عدد مرات اصوات السعي بين الصفا والمروه؟ خلي بالك احنا معانا تايم 20 19 18. اوكي على فكره ممكن الفريق الثاني لو عارفها بجد يعني ايه. ها عمار وعمرو، عمار وعمرو خلاص احنا لسه معانا تايم 5 6 5 4 3 2 1. عمار وعمرو خلاص عرفتوا الاجابه. بيقول لي كم عدد مرات اشواط السعي بين الصفا والمروه؟ دي برضو من اركان الحج. اوكي 3 اشواط. 3 اشواط نشوف كده. احنا عارفينها 7 اشواط. اكسلنت. طبعا هو الفريق فريق ندى وملك كانوا عارفين الاجابه، هما برضو 7 اشواط. هناخد كريستاله، ملك وندى هياخدوا الكريستاله بتاع السؤال الديني بتاع عمرو عمار. هنشوف كمان السؤال اللي بعد كده، الاحتفال اللي جاي ده هيبقى لمين؟ هيبقى الملك وندى علشان هما جاوبوا الاجابه الصحيحه. نشوف المجال الجديد. على فكره مفيش حاجه اسمها استسلام، احنا قلنا التفوق ده معناه ان انت ما تستسلمش وتجتهد لغايه اخر لحظه، يبقى عندك امل ان انت ايه تتفوق علشان تحصل على كاس التفوق. اوكي يبقى لسه هنقدر نعوض في الاسئله اللي جايه. عندنا سنه تفوق دلوقتي يلا. في ايه في اللغه العربيه؟ كويسين في اللغه العربيه مثل المتفوقين اللي معانا؟ ممكن اخليك معايا انا هشرح بسهوله كده. السؤال بيقول ايه؟ بجيب مجموعه من الحروف، مجموعه الحروف دي انا بطلب منك تستخرج منها حاجات كتيره. ممكن اقول لك طلع فعل امر، فعل ماضي، اقول لك مثلا حرف جر، كلمه وعكسها، ما معنى كذا، وحاجات كتيره جدا بطلبها منك. وفي الاخر بقول لك كمان ان في جمله مكتوبه او حكمه او قول مقصور ان انت لازم تطلعه من الكلمات، وغالبا بتبقى مترتبه يعني قدامك. السؤال ده بيبقى للفريقين، هو بيبقى طويل شويه، ولذلك غالبا معظم الناس بيطلبوا وقت اضافي الاكسترا تايم. فاحنا دلوقتي هنبدا التايم بس هيبقى للفريقين، كل واحد معاه ورقه وقلم ومجموعه من الطلبات والاستخراجات هو هيستخرج. في الاخر خالص هنشوف كل فريق استخرج قد ايه، ونعد اللي جاب اكتر طبعا واللي خرج حاجات اكتر هو اللي هياخد الكريستاله. اوكي مستعدين؟ فريق جالاكسي وفريق دبل ايه. اوكي سؤال اللغه العربيه، مجموعه الحروف اللي قدامك دي
اوجد من الحروف. ادي مجموعة الحروف، واولا هي فيها قول مقصور او حكمة وسهلة جدا. بيقول لي ما الجملة المكتوبة؟ وعايز فعل امر وماضي وحرف جر واداة تعريف واداة نفي وكلمة وجمعها ومرادف تفسير. اوكي يا ملك. وعكس ناقص وسر الحياة ومكان عمل التجارب. يلا ريدي ستيدي جو. هنبدا بالتايم. سؤال اللغة العربية، كل فريق يفكر مع نفسه كده، ساعدوا بعض. طبعا احنا معانا تايم. معانا تايم، اهم حاجه تاخد بالك من التايم. زي ما اتفقنا سؤال اللغه العربيه اكبر حاجه هتجمعوها وانتوا اللي هتاخدوا الدرجات. نبدا التايم دلوقتي. السؤال ده للفريقين، فريق دبل اي عمرو عمار وفريق جالاكسي ندى وملك. هنبدا مع بعض سؤال اللغه العربيه، الحروف قدامكم والاستخراجات. يلا يلا عشان معانا تايم. خلي بالك التايم، في جملة مكتوبة المفروض تطلعها، وكل الحاجات اللي موجودة قدامك دي أكبر قدر تطلعه منها علشان تحصل على الكريستالة. خلي بالكم إن أنتوا معاكم وسيلة مساعدة بتقول الإكسترا تايم، يعني وقت إضافي لو لقيتوا السؤال طويل. أوكي؟ أوكي، لو عايزين إكسترا تايم نقول. نساعد بعض، عمرو وعمار وندى وملك. على فكرة احنا معانا لسه تايم، بس خلوا بالكو خلوا بالكو. 13 12 11. اوكي، سؤال اللغة العربية انا عارفه ان انتوا عارفينها، بس ليه المساله ليها علاقه بالسرعه. ركز خليك سريع. اوكي التايم زيرو. على فكره انا قلت لو انتوا عايزين اكسترا تايم في السؤال ده نقول. ندى وملك عايزين اكسترا تايم؟ اه. طب عمرو عمار عايزين اكسترا تايم؟ اوكي مش عايزين، خلاص خلاص هنسيب القلم. اوكي احنا عايزين اكسترا تايم تاني لفريق جالاكسي ملك وندى. اوكي هما كده خدوا وسيله المساعده بتاعتهم، ملك وندى. اللي هيجيب اكبر قدر من الاستخراجات دي هو اللي هياخد الكريستاله. يلا احنا معانا تايم، التايم بدا تاني من جديد. طبعا خلي بالكم عشان دي اخر مره. اوكي يلا، ملك وندى هما اللي خدوا وسيله المساعده بتاعتهم الاكسترا تايم في سؤال اللغه العربيه. يلا معانا تايم، معانا تايم، خلي بالنا. اوكي ها ندى ملك يلا اتفضل. لا لسه لسه معانا تايم، لسه معانا. اللي تقدروا عليه طلعوه كله. اوكي 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اوكي خلاص يسيب القلم. كل فريق كده هيقول لي ايه الحاجه اللي طلعها. اولا فريق جالاكسي ملك وندى. اوكي ندى ماشي. ما الجمله المكتوبه؟ التعليم كالماء والهواء. اوكي التعليم كالماء والهواء. اوكي فعل امر العب. اوكي فعل ماضي اكل. اكل ماشي. حرف جر. حرف جر صوتك علي صوتك شويه ندى. الى حرف جر الى. الى ماشي. اداه تعريف ال. ال اداه نفي. لا عمرو عمرو مش هنكتب اي حاجه، مش هنضيف اي اجابه على الاجابات بتاعتنا. اوكي اداه نفي لا. اوكي كلمه جمعها يوم ايام. جميل. مرادف تفسير مش عارفينها. اوكي عكس ناقص كامل. كامل سر الحياه الماء. الماء مكان عمل التجارب معمل. معمل. اوكي جميل جدا، انتوا ناقصكم حاجه واحده بس. اوكي يلا عمرو عمار علي صوتك. عكس الحياه الموت. حرف جر الى. اوكي هو ما فيش عكس الحياه اصلا، هو في سر الحياه.
اوكي فدي حاجة غلط. معلش يلا اللي بعده. حرف جر إلى تعريف ألف ولام. أداة التعريف. أداة التعريف ألف ولام. ال ال عكس ناقص كامل. أيوة. سر الحياة الماء. أيوة. نفي لا. أداة نفي لا. أداة نفي لا. مكان للتجارب. معمل. أوكي فين الفعل الأمر والفعل الماضي؟ لسه هنجيبه. لا خلاص هو كده. لا هو موجود. موجود. طب اوكي يلا. معمل وجمع يعني كلمة وجمعها. معمل وجمعها معامل. معامل. ماضي امر كل وماضي اكلة. الامر كل والماضي اكلة. الجملة المكتوبة كنت كاتبينها؟ لا. لا. يبقى هو الفريقين نقصوا في حاجة. هو الفريقين كل فريق منهم نقص في حاجة واحدة بس يعني فريق الاولاني. ردف تفسير. لا جاوبتها. تفسير. لا ما جاوبناهاش. يبقى فريق ملك وندى برضه هم اللي هيفوزوا في سؤال اللغه العربيه لان هم جاوبوا كل الحاجات ما عدا حاجه واحده بس اللي هي مضاد مرادف تفسير يعني معنى تفسير. طبعا احنا هنجيب الاجابات كلها دلوقتي بس اللي هياخد الكريستاله بتاع سؤال اللغه العربيه فريق جالاكسي ملك وندى لان هم جاوبوا واستخرجوا حاجات اكتر من فريق دبل ايه عمرو وعمار. فناخد الكريستاله ملك وندى وبعدين نشوف الاجابات مع بعض. يلا كده الاجابات بتقول ايه بقى؟ أول حاجة التعليم كالماء والهواء. ده دكتور طه حسين عميد الأدب العربي هو القول المقصور ده هو اللي قاله التعليم كالماء والهواء. أوكي يلا الإجابات بقى. طبعا أول حاجة فعل مثلا فعل أمر فعل ماضي كل ده اللي موجود ده نقدر نطلعه من مجموعة الحروف. أنتوا قلتوا أكل كل نام الحاجات دي كلها موجودة. اللي بعده أداة التعريف طبعا ال والألف واللام دي حرف جر. أوكي عندنا علامة وعلامات انتوا قلتوا كمان معمل ومعامل وقلتوا يوم وايام كل ده موجود. كلمة وكلمات حاجات كتيرة جدا. كلمة كلمة كامل طبعا عكس ناقص كامل. تفسير معناها تعليل هي دي الحاجة الوحيدة اللي انتوا ما خرجتوهاش ما يعني ما استخرجتوهاش من الحروف اللي معانا. وطبعا سر الحياة هو الماء والمعمل هو المكان الذي تقام فيه التجارب. يبقى سؤال اللغة العربية كان من نصيب فريق جالاكسي ملك وندى هم اللي حصلوا على الكريستالة. برضو احنا مش هنيأس خالص. فريق دبل ايه عمرو عمار عندهم فرصة لسه ان هم يحصلوا على الكريستالات لان لسه معانا اسئلة كتيرة جدا. بس طبعا احنا فرحانين جدا. المسألة ليها علاقة بالسرعة. المسألة ليها علاقة بالسرعة. لازم شخص متفوق يبقى سريع وعنده دقة وتركيز وقوة ملاحظة. انا عارفة ان هم هيبقوا عارفين كل الحاجات دي لكن احنا محدودين بتايم. هم فريق ندى وملك خدوا وسيلة المساعده بتاعتهم اللي هي الاكسترا تايم الوقت الاضافي علشان سؤال اللغه العربيه كان سؤال طويل شويه. اوكي ناخد السؤال اللي بعده. اكسلنت ندى وملك بيحتفلوا بيكو وين الفايزين يعني. يلا سؤال الجغرافيا. انتوا كويسين في سؤال الجغرافيا عمار هنعوض في السؤال ده ان شاء الله وناخد الكريستاله ويمكن كمان ناخد منهم الكريستاله بتاعتهم. ندى وملك مستعدين في سؤال الجغرافيا؟ يلا في معانا ناس متفوقين. اي من المحافظات التاليه من محافظات الحدود؟ حاجه سهله جدا. مطروح سوهاج الشرقيه سهله جدا. معانا تايم طبعا نخلي بالنا احنا لسه معانا تايم. فكروا كويس جدا ومعانا وسيله مساعده ان انا احذف اجابه لكن احنا عندنا ثلاث محافظات. بيقول لي اي من المحافظات التاليه من محافظات الحدود. احنا عارفين محافظات ساحليه محافظات الحدود محافظات وجه قبلي ووجه بحري. نفكر مع بعض مش عايزين نضيع الكريستالة خالص بقى عشان فريق البنات مكتسح يعني. ملك ونادى فريق جالاكسي. اوكي احنا معانا تايم معانا تايم نخلي بالنا. فكر. اوكي خلاص 3 2 1 يلا عرفتوا الاجابة؟ يلا ملك مطروح متأكدين؟ نشوف كده. طبعا من محافظات الحدود هي محافظة مطروح. طبعا مش معقولة نقول الشرقية ولا سوهاج. يبقى الإجابة صح ويلا ناخد الكريستالة بسرعة. جميل جدا فريق جالاكسي ما شاء الله مال ياخد كريستالات اهو. يلا فريق دبل ايه برضو سؤال في الجغرافيا نفس السؤال كده في نفس المجال طبعا يعني. بيقول لي طبعا محافظة مطروح ودي معلومة جميلة جدا ناخدها علشان احنا بنحصل على معلومات كل مرة. محافظة مطروح بتقع على حدود مصر الغربية مع ليبيا. دي برضو معلومة تاخدها ان محافظة مطروح من المحافظات الحدودية محافظة من محافظات الحدود وهي تقع بين مصر حدود مصر وليبيا. اوكي يلا مع بعض ناخد سؤال الجغرافيا لفريق دبل ايه عمرو عمار. سؤال الجغرافيا بيقول لي اي من المحافظات التالية من المحافظات الساحلية سهلة جدا. الفيوم أسوان دمياط. معاك وقت برضو التايم. فكروا مع بعض عمرو عمار والبنات برضو يفكروا عشان لو عرفوها. فريق دبل ايه سؤال الجغرافيا سهل جدا.
اي من المحافظات التاليه من المحافظات الساحليه؟ عندنا ثلاث محافظات: الفيوم، اسوان، دمياط. اوكي احنا معانا تايم 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اوكي يلا عمرو عمار، عرفتوا الاجابه؟ اه. اوكي دمياط. دمياط متاكدين؟ ما عندناش بقى وقت للخساره خالص، مش هنخسر تاني ان شاء الله. طبعا دمياط من المحافظات الساحليه التي تقع على ساحل يعني. اي من المحافظات التاليه من المحافظات الساحليه؟ مش معقوله نقول الفيوم ولا اسوان. وقلنا ان عندنا معلومه برضو ظريفه المره دي، بتقع محافظه دمياط على ساحل البحر الابيض المتوسط. اوكي ناخد الكريستال عمرو عمار، ابتدينا نعوض اهو. الفريقين حصلوا على الكريستاله في سؤال الجغرافيا، فعشان كده الاحتفاليه ليكم انتوا الاثنين، جالاكسي ودبل ايه. يلا مع بعض، عندنا سؤال في قوه الملاحظه. على فكره السؤال ده هقوله لكم باختصار كده، السؤال ده هيبقى للفريقين، السؤال هيبقى للفريقين. هناخد تايم في الاول، هعرض صوره معينه وبعدين هم يركزوا جدا. السؤال معتمد جدا على قوه الملاحظه، ان هو يبقى مركز في كل حاجه في الصوره، في كل التفاصيل بتاعه الصوره، علشان انا بعد كده هجيب اسئله هو ممكن يكون مش متخيلها خالص لكل فريق. كل فريق غالبا هساله اربع اسئله على الصوره دي، ممكن اساله على لون حاجه، عدد حاجه، مين اللي كان موجود، اساله على حاجات غير متوقعه. فكل واحد في الاول، احنا هناخد تايم في الاول 30 ثانيه، هعرض الصوره للفريقين وبعد كده هبتدي اسال مجموعة أسئلة لكل فريق. طبعا اللي هيجاوب على مجموعة الأسئلة بتاعته هو اللي هيبقى حاصل على الكريستالة. السؤال معتمد على قوة الملاحظة، وطبعا انك تبقى سريع لانك عندك تايم معين. هتبص للصورة كويس قوي قبل ما نشيلها، لان انا هديك 30 ثانية تبص للصورة كويس قوي قبل ما اشيلها واسأل الأسئلة. اوكي ركز 1 2 3. يلا هنعرض الصورة سريعا، ركز في الصورة كده عشان انا معايا تايم. ركز في الصورة فيها ايه، ركز الصورة فيها ايه، عشان انا ممكن اسألك عن اي حاجة بس معايا تايم علشان هشيل الصورة. معانا لسه تايم، ركز في كل تفاصيل الصورة. المسألة ممكن تبقى يعني سؤال انت مش متخيله خالص، بس احنا معانا تايم، خلي بالك علشان هشيل الصورة حالا والاسئلة هتبدأ للفريقين. سؤال قوة الملاحظة للفريقين، فريق جالاكسي ندى وملك وفريق عمرو عمار دبل اي. اوكي معانا تايم 3 2 1. اوكي خلاص انا هشيل الصورة خالص. ركزتوا في الصورة؟ ممكن يكون فيها تفاصيل صغيرة، فيها حاجات كتيرة او الوان كتيرة، بس انا ممكن اسأل في اي حاجة. هنبدأ السؤال الاول، هي مجموعة اسئلة، هيبقى الفريق جالاكسي فريق ملك وندى. ملك وندى مستعدين؟ اوكي يلا. بيقول لي هل توجد فئران في الصورة؟ هل توجد فئران في الصورة؟ هل انتوا شفتوا كده ركزتوا؟ هل توجد فئران في الصورة؟ هي عرفتوا الإجابة؟ يوجد؟ اوكي نشوف السؤال اللي بعد، لسه الإجابات مش هنقولها دلوقتي. نشوف السؤال اللي بعد، ما لون سطح الكوخ في الصورة؟ ملك؟ ندى؟ ملك وندى. السؤال التاني شفتوه؟ ما لون سطح الكوخ في الصورة؟ هو بيسألني على لون سطح الكوخ في الصورة. أزرق. أزرق؟ إحنا لسه مش هنقول الإجابات دلوقتي حالًا. كم عدد الأطفال في الصورة؟ كم عدد الأطفال في الصورة؟ كلها ليها علاقة بإنك تبقى سريع جدًا ودقة وتركيز وقوة ملاحظة. كم عدد الأطفال في الصورة؟ ثلاثة. ثلاثة؟ إحنا لسه برضه مش هنقول الإجابات دلوقتي. كم طفل يجلس على الأرض؟ كم طفل يجلس على الأرض؟ واحد. أوكي نشوف الإجابات مع بعض، هل توجد فئران في الصورة؟ أنتوا قلتوا نعم، هنشوف مع بعض. طبعا نعم. ما لون سطح الكوخ في الصورة؟ مش أزرق خالص، السطح الكوخ نفسه كان لونه أزرق بس السطح كان أصفر أو برتقالي. كم عدد الأطفال في الصورة؟ أنتوا قلتوا ثلاثة صح. كم طفل يجلس على الارض؟ نشوف منهم قد ايه. واحد صح. يبقى انتوا خدتوا ثلاثة. جميل جدا ان انتوا في الوقت القصير ده اللي هي 30 ثانية عرفتوا تاخدوا بالكم من حاجات التفاصيل دي. حاجة وحيدة بس اللي انتوا ما خدتوش بالكم منها، لون سطح الكوخ هو كان اصفر او برتقالي حسب ما يظهر يعني ليكوا الصورة، لكن هو ما كانش ازرق. يبقى انتوا حصلتوا على ثلاث درجات من الاربع اسئلة. لسه هنشوف الفريق الثاني، فريق دبل ايه عمرو عمار، ليهم برضو مجموعة من الاسئلة عن قوة الملاحظة، عن الصورة اللي هم ركزوا فيها، نفس الصورة ركزوا فيها مع الفريق الاولاني، وهنشوف مجموعة الأسئلة بتاعتهم. مستعدين؟
بيقول لي هل توجد زهور في الصورة؟ هل توجد زهور في الصورة؟ عمرو وعمار. ها؟ نعم. نعم. هنشوف الإجابات بعدين طبعا احنا عارفين. ما لون حذاء الولد الجالس على الأرض؟ لون حذاء الولد الجالس على الأرض. خدتوا بالكم منها؟ ما لون حذاء الولد الجالس على الأرض؟ ها يا عمرو. اسود. اوكي طب نشوف اللي بعده. كم حيوان لونه أبيض في الصورة؟ كم حيوان لونه أبيض في الصورة؟ كان في مجموعة من الحيوانات كتيرة، كم حيوان منهم كان لونه أبيض؟ ثلاثة. ثلاثة؟ اوكي يعني متأكد؟ خدت بالك منهم؟ اوكي جميل جدا. طب كم عدد الجزرات على الأرض؟ فكروا. كم عدد الجزرات على الأرض؟ اوكي عمرو عمار. اوكي واحد. عمار. واحد. جزرة واحدة بس؟ اوكي هو نشوف. في السلة ولا على الأرض؟ لا هو بيقول لك كم عدد الجزرات على الأرض؟ واحد. مش في السلة، اوكي؟ طب هنشوف الإجابات. احنا برضو سألنا الفريق التاني، فريق عمرو وعمار دبل إيه، أربع أسئلة على الصورة اللي هم شافوها مع بعض، هم والفريق الأولاني جالاكسي. هنشوف السؤال الأول كان بيسألني هل توجد زهور في الصورة؟ أنتوا قلتوا نعم صح؟ نعم. أدي أول سؤال وإجابتكم صح. طب ما لون حذاء الولد الجالس على الأرض؟ أنتوا قلتوا أسود، هو أزرق. بيقول لي كم حيوان لونه أبيض في الصورة؟ كان في كم حيوان لونه أبيض في الصورة؟ أنتوا قلتوا ثلاثة، الإجابة صحيحة. طب كم عدد الجزرات على الأرض؟ على الأرض كان في أربع جزرات على الأرض. للأسف فريق عمرو وعمار جاوبوا سؤالين صح بس من الأربع أسئلة، لكن فريق جالاكسي ملك وندى، فريق متقدم جدا معانا، هم اللي هياخدوا الكريستالة بتاع سؤال قوة الملاحظة عشان جاوبوا ثلاث أسئلة صح من الأربع أسئلة، فهياخدوا الكريستالة. مبروك ندى وملك، يلا خدوا الكريستالة. نقدر نعوض برضو عمرو وعمار، احنا لسه عندنا وقت وعندنا اسئله كتيره جدا، وممكن كل الاسئله الجايه تعوضوا فيها. اوكي المساله قلنا ان الشخص المتفوق ده لازم يكون عنده قوه ملاحظه وسرعه وتركيز ودقه. اوكي يعني انتوا لو خدتوا وقت اطول من كده انتوا اكيد هتجاوبوا الاسئله سهله جدا. بنحتفل طبعا بملك وندى علشان هم جاوبوا السؤال ده صح. سؤال في الرياضة بقى، سؤال في المجال الرياضي. طبعا زي ما قلنا قبل كده الشخص المتفوق لازم يبقى ايه؟ لازم يكون قوي رياضيا، يعني يكون بيمارس رياضة، يكون شاطر كمان ومتفوق في المجال الرياضي. كل واحد فيكم هيقول لي ايه الرياضة اللي هو بيمارسها. يلا يا عم. كرة قدم. كرة قدم. اوكي كرة قدم. تايكوندو وسباحة. تايكوندو وسباحة. اوكي تنس وباسكت. تنس وباسكت طبعا، ندى عشان طويله بتلعب باسكت طبعا يعني. طبعا لازم نكون بنمارس رياضه ودي حاجه جميله جدا، واللي مش بيمارس لازم يمارس رياضه. اوكي يلا نشوف مع بعض السؤال، هيكون ان شاء الله معلومات عامه خفيفه عن الرياضات اللي انتوا لسه بتتكلموا عنها وحاجات تانية. بيقول لي اول سؤال طبعا للفريق الاول، سؤال ملك وندى، اين اقيمت بطوله كاس العالم 2018؟ سهله جدا، ده كان حدث عالمي لسه حاصل قريبا، كلنا كنا بنتفرج على ماتشات كاس العالم، يعني سهل قوي بس احنا معانا تايم. هنشوف تحبوا اصلا تاخدوا الاختيارات ملك وندى؟ تحبوا مش محتاجين الاختيارات. طب هي كانت فين بتقام؟ فين بطوله كاس العالم؟ كانت في روسيا. حلو جدا. السنه طب مين اللي حصل على كاس العالم السنه دي؟ فرنسا. جميل جدا. نشوف كده الاختيارات، محتاجين بقى ولا تايم ولا اختيارات ولا اي حاجه. بيقول لي اين اقيمت بطوله كاس العالم لسنه 2018؟ ارجنتين، المانيا، روسيا. طبعا احنا عارفين ان هي كانت في روسيا. طب واحنا قلنا مين اللي حصل على كاس العالم السنه دي؟ احنا قلنا ان دوله فرنسا هي اللي حصلت عليها، وكان حدث عالمي ومصر شاركت السنه دي 2018 في كاس العالم. اوكي يلا السؤال الرياضي للاولاد بقى، مش معقوله بقى ايه نعدي سؤال الرياضي ده من غير ما نعرف. من هي الدوله الفائزه بكاس العالم 2018؟ مش محتاج لها اختيارات لسه قايلينها. فرنسا. فرنسا طبعا. فرنسا، كرواتيا، بلجيكا. ناخد الكريستاله عمرو وعمار. اوكي واحنا انتوا خدتوا الكريستاله بتاعت سؤال الرياضه، اتفضلوا. سؤال سهل جدا السؤال الرياضي، ومعلومات عامه كلها ليها علاقه بحدث عالمي حصل السنه دي في 2018، وان مصر شاركت في كاس العالم. طبعا السؤال ده جميل جدا علشان انتوا اللي تنفس فيه، كان سهل جدا وخدتوا الكريستاله فبيحتفلوا بيكوا. يلا سؤال في الانجليش بقى، كويسين في الانجليش؟ اكسلنت. لا مش معقوله الا سؤال الانجليش عمرو وعمار، لا لازم نحصل على الكريستاله ده، احنا ممكن ناخد كريستالتين كمان. اوكي ندى وملك مستعدين؟ يلا سؤال الانجليش بقى، بيقول لي ايه؟ بيقول لي how many words can you make؟ how many words can you make؟ يعني بيجيب لي مجموعة من الحروف letters كده بالانجلش، وبيقول لي يا ملك
انت وندى، بيقول لي هاو ميني ووردز كان يو ميك، يعني نقدر نطلع كلمات قد ايه عدد الكلمات اللي تقدر تطلعها من الحروف دي. فبيقول لي حاجه نمبر 1 اهو، جايب لي حروف كتيره وبيقول لي عايز 4 words contains a double O. خلي بالك فوق السؤال اهو، عايز 4 words contains a double O. 4 words contain double O. من الحروف اللي قدامنا دي هطلع اربع كلمات فيهم double O. عندنا تايم طبعا. السؤال ده لفريق جالاكسي ندى وملك، وطبعا ممكن عمرو وعمار يجاوبوها. بس احنا معانا تايم 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اوكي خلاص يا ندى، خلاص يا ملك. اوكي قولوا لي بقى الفور ووردز كونتين دبل او. فوت فوت. نمبر 2 زو زو. نمبر 3 بوك بوك. نمبر 4 فود فود. اوكي جميل جدا، اكسلنت. بيقول لي عايز 4 words with double O. food, foot, wood, tooth, book, hook, door, poor, cook. تخيلوا كم الكلمات اللي فيها double O من مجموعة الحروف بس اللي احنا لسه جايبينها. حاجة جميلة جدا انتوا طلعتوا طبعا، فهتاخدوا الكريستالة. فريق ندى وملك قالوا الأربع كلمات 4 words contain double O، عشان كده هياخدوا الكريستالة بتاعتهم. سؤال كان سهل جدا، في اجابات كتيرة جدا، بس اهم حاجة كانوا يجيبوها قبل التايم ما يخلص. وبالفعل هم جابوا اربع كلمات، قالوا فود وفوت وبوك وزو. طبعا احنا جبنا طلعنا حاجات كتيرة قوي. ناخد برضو سؤال تاني، مجموعة حروف برضو وهطلعوا منها مجموعة كلمات. اوكي دبل ايه، مستعدين؟ يلا السؤال بتاعكم بيقول عايزين 4 words contains double E. 4 words contain double E. من الحروف اللي قدامك، من الحروف اللي قدامك هتطلع 4 words contain double E. 4 words contain double E. معنا تايم طبعا، نخلي بالنا فريق double A. ممكن ملك وندى برضو لو فكروا في السؤال. لازم يكون 4 words contain double E. معنا 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اوكي عمرو عمار، ايه الكلمات اللي طلعتوها contain double E؟ سي سي بي بي تري تري فيت فيت. اكسلنت. على فكره معانا حاجات كتيره جدا، دير ديب فيد ميت سويب سيد بي سي. كل الحاجات اللي انت قلتوها، انت قلت الاربع كلمات فيد وسي وتري وتري. كان في تي؟ اه في في اللي عملنا بيها فيد. في تي فيد في تي بس ما فيش لا في ار صح، يبقى تري. يبقى انتوا كمان هتحصلوا على الكريستاله. جابوا 4 words contain double E. 4 words contain double E. فريق دبل اي بقى مش دبل اي يعني. خد الكريستاله برضو. سؤال الانجليش كان جميل، ده ليه علاقه بانك برضو تبقى سريع، لان انتوا اكيد عندكم حصيله كلمات في اللغه الانجليزيه كتيره. الحمد لله الفريقين في سؤال اللغه الانجليزيه خدوا الكريستاله وفازوا في السؤال ده. يلا نشوف بعديها. مازال فريق ملك وندى، فريق جالاكسي هو المتقدم على عمرو وعمار. بس زي ما قلنا احنا لسه عندنا وقت ان احنا نعوض الخساره اللي احنا خسرناها. احنا ما خسرناش حاجه، لاننا بناخد معلومه كل مره، مش عارفين السؤال بياخدوا معلومه حتى لو ما اخدوش الكريستاله. اوكي مستعدين؟ يلا نشوف يا ترى عندنا السؤال. السؤال في التاريخ، مستعدين؟ سؤال في التاريخ ندى وملك، كويسين في التاريخ؟ لازم نبقى عارفين تاريخ بلدنا والمعلومات العامه عنه. عمرو وعمار مستعدين سؤال التاريخ؟ اوكي نبدا بفريق جالاكسي. من هو رائد الاقتصاد المصري مؤسس بنك مصر؟ مصطفى النحاس، طلعت حرب، سعد زغلول. فكروا برضو، نفكر برضو مع بعض لان معانا تايم. خدوا وقتكم، التايم بدا. من هو رائد الاقتصاد المصري مؤسس بنك مصر؟ فكروا مع بعض، تيك يور تايم. وعندنا كمان وسيله حذف اجابه، ده لو يعني عايزين، يعني هو سؤال سهل جدا مش محتاجينه. اوكي معلومات عامه بسيطه جدا. من هو مؤسس بنك مصر، رائد الاقتصاد المصري؟ معانا تايم 5 4 3 2 1. اوكي خلاص عرفنا الاجابه. طلعت حرب. طلعت حرب، نشوف كده. طبعا طلعت حرب هو مؤسس بنك مصر وهو رائد الاقتصاد المصري. معلومة سهلة جدا وبسيطة لكن احنا عارفينها يعني. جميل قوي، ناخد الكريستالة برضو.
جميل قوي. ندى وملك عمالين ياخدوا كريستالات. يلا طب الايه عندكم السادات سؤال التاريخ. يلا من هو الزعيم الذي تولى زعامة الحزب الوطني بعد وفاة الزعيم مصطفى كامل؟ من هو الزعيم الذي تولى زعامة الحزب الوطني بعد وفاة الزعيم مصطفى كامل؟ هل هو محمد فريد ولا أحمد عرابي ولا سعد زغلول؟ عارفين الإجابة؟ بس احنا هنفكر برضو لان احنا معانا تايم لسه معاكم الوقت، استفيدوا بالوقت جدا، فكروا مع بعض كويس. ملك وندى عارفين الإجابة؟ معروفة يعني المعلومة دي؟ طب كويس جدا، مبسوطة ان انتوا عندكم معلومات في التاريخ. هيا عمرو عمار فكروا مع بعض، لسه معانا وقت. 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1. اوكي الاجابه محمد فريد. محمد فريد متاكدين؟ محمد فريد طبعا الزعيم الذي تولى زعامه الحزب الوطني بعد وفاه الزعيم مصطفى كامل هو الزعيم محمد فريد. حصلنا على الكريستاله، مبسوطه جدا ان انتوا عندكم معلومات في التاريخ. يبقى كده برضو سؤال التاريخ الحمد لله الفريقين اخذوا فيه الكريستاله، زي سؤال الانجليز، زي سؤال الجغرافيا، زي سؤال العلوم في الاول. هنا الحمد لله فريق دبل ايه ابتدى يعوض الخساره اللي هو خسرها قبل كده، وبرضو مازال فريق ملك وندى فريق جالاكسي هو المتقدم. نشوف مجال تاني ونسال اسئله تانيه. الاحتفالات بقى، مبسوطين ان انتوا عرفتوا سؤال التاريخ. يلا سؤال في الرياضيات اللي هو الماث بقى، انتوا واخدينها بالماث طبعا مش المجال الرياضي، لا دي الرياضه. اوكي رياضيات. بيقول لي ايه بقى اهم حاجه؟ بيقول لي اكمل المربعات الناقصه. ده سؤال هشرحه لكم سريعا كده. نفس السؤال بيبقى للفريقين، بمعنى ايه؟ بمعنى نفس السؤال، يعني هجيب لك مربعات وفيها بعض الارقام ومربعات فاضيه اسمها ماجيك سكويرز، يعني المربعات السحريه. المطلوب مني ان انا اجمع مثلا هنا الارقام اللي موجوده واشوف عددها كام. لو طلعوا 11 مثلا او 10 لازم اخلي افقيا وراسيا وبالميل كلهم لو جمعناهم يطلعوا نفس الرقم. يعني ايه؟ نشوف مع بعض كده. بصوا كده معايا، بيقول لي هنا لازم لو انا جمعتهم افقيا او راسيا او بالميل كمان مائلا، يعني لازم يطلعوا بالظبط نفس الرقم، لازم كلهم يطلعوا نفس الرقم. يعني هنا مثلا للفريق الاول فريق جالاكسي، خلي بالكم المسألة سهلة جدا كلها تعتمد على الماينس والبلاس، لكن احنا معانا تايم عايزين نعرف الكويستشن مارك اللي قدامك دي الرقم اللي فيها هيبقى كام. معانا تايم، المسألة معتمدة على البلاس والماينس. الفريق الثاني عمرو عمار ممكن نحل السؤال ده. 6 5 4 3 2 1. طيب المسألة ببساطة جدا، احنا كنا نجمع 9 + 14 + 13 هيطلعوا سي مثلا رقم معين. بص الإجابة قدامك اهي، كلهم لما جمعناهم طلعوا 36، فأنا لازم أخلي أفقيا ورأسيا وبالميل. لو جمعنا دلوقتي 9 + 11 بقى اللي كانوا موجودين عندنا هيبقى 20، أنا عايزاهم يبقوا 36. طبعا 20 - 36 هيبقوا كام؟ 16، ولذلك حطينا نمبر 16 فوق، وهكذا الرقم اللي تحته برضو 14. انا عشان اكملهم 36 لازم كلهم افقيا وراسيا وبالميل كلهم لازم يبقوا نفس الرقم 36. اوكي للاسف عدى علينا سؤال الرياضه، مش مهم هنعوض جدا. يلا معايا سؤال، نفس السؤال لعمرو عمار فريق دبل اي في الرياضيات. يلا معانا تايم على فكره، معانا تايم خلي بالك على فكره. يلا يا ندى انت وملك ممكن تعوضوا، كلها معتمده على الماينس والبلس. معانا تايم خلي بالك. عمرو عمار انتوا لسه عندكم فرصه وسيله المساعده الثانيه يا عمار، لسه معاكم اكسترا تايم علشان لو محتاجين الاكسترا تايم، لان السؤال ده ممكن يكون محتاج وقت. اوكي هو الوقت كده 3 2 1 اكسترا تايم. اوكي الفريق ده عنده وسيله مساعده، يلا هناخد تايم تاني. التايم برضو بدا معانا جديد. خلي بالك خليك سريع، ماينس وبلس. معانا تايم خلي بالك،
الفريق طلب وسيله المساعده بتاعته اللي هو ما اخذهاش، لكن فريق جالاكسي كان تنفذ وسائل المساعده بتاعته او وسيله المساعده بتاعته في الوقت الاضافي. عمرو عمار اوكي خلاص التايم خلص 3-2-1 اوكي يلا عمرو هتقولي اولا هو مجموعهم قد ايه؟ 33 اوكي نشوف لسه هنشوف الارقام والحل في الاخر. قولي كده الكويستشن مارك اللي موجوده دي ايه؟ اللي في النص 11 اللي جنبها 8 اوكي اللي تحت ال 13 اللي جنبها 15 واللي جنبها 10 اللي تحت شوف كده اكسلنت عمرو عمار اكسلنت عمرو عمار هما كلهم طلعوا 33 فعلا. هناخد الكريستاله ابتدينا نعوض. السؤال ده للاسف فريق ملك وندى ما عرفوهوش، لكن سؤال يمكن كان محتاج وقت شويه، وعلشان هم عندهم وسيله المساعده بتاعتهم الاكسترا تايم الوقت الاضافي عمرو عمار حصلوا على الكريستاله لان هم جاوبوا السؤال ده صح. مبسوطه جدا. يلا المره دي بقى بيحتفلوا بعمرو عمار عشان هم اللي جاوبوا السؤال. يلا معايا سؤال بعد كده ستوب ايتس كومبليت ستوب ايتس كومبليت. يلا احنا هنعمل ايه؟ السؤال ببساطه انا هطلع حرفين دلوقتي، حرفين لغه انجليزيه وحرفين لغه عربيه، كل حرف منهم اللعبه الشهيره المعروفه جدا بس ليها علاقه بالسرعه علشان عندك تايم، لان الفريق الاسرع والفريق اللي هيبقى موجود وحل كل الحاجات في الوقت بتاعه هو اللي هياخد الكريستاله ويبقى عندك حصيله كلمات سواء بالانجلش او بالعربي. انا دلوقتي هطلع الحروف نطلع الحروف سريعا. هقول لفريق جالاكسي طبعا انتوا الاثنين هيبداوا مع بعض الفريقين وهياخدوا نفس التايم. هناخد حرف الاي لفريق جالاكسي وحرف الاتش لفريق دبل اي اوكي. الاي والاتش معانا وقت خلي بالكم بس المساله هي علاقه بالسرعه يبقى اوكي اوكي احنا معانا وقت اوكي. عمرو خلاص هو فريق عمرو وعمار عملوها اسرع ملك وندى خلاص فنسيب القلم. يلا كده ولد هادي اوكي بنت هدى اوكي حيوان هورس هورس اوكي النبات هورس يعني حصان ايوه الجماد هيد البلد هنديا البلد انديا انديا دي بالاي انديا اوكي النبات هن النبات هن. الحيوان هن الحيوان هن وهورس النبات ما عملناهوش اوكي بيبقى كده في حاجتين حاجه غلط وحاجه انتوا ما عملتوهاش اوكي. يلا ندى بوي اسلام اسلام بنت ايمان سوليد ايرن ايمان بالاي او بالاي ممكن بالاي اوكي سوليد ايرن ايرن ايرلندا ايرلندا انتوا جبتوا 4 بس هو للاسف انتوا كده ما جبتوش انتوا الفريقين مش هياخدوا الكريستاله لان انتوا جايبين اقل من العدد وانتوا برضو عملتوا واحده غلط وسبتوا واحده. اللي يقول ستوب اتس كومبليت اتس كومبليت كومبليت يعني معناه ان هو خلص خالص يعني لازم تكون جاوبت كل الاجابات اوكي. يمكن نعوض في سؤال اللغه العربيه سواء للفريق فريق جالاكسي او دبل ايه اللي هو ملك وندى او عمرو وعمار احنا لسه معانا حرف من حروف اللغه العربيه ناخد وقتنا وبعدين لما نخلص خدنا كومبليت يعني انتهينا او خلصنا اوكي. ناخد حروف اللغه العربيه طلعنا حرفين يلا معايا كده حرف النون لفريق عمرو وعمار وحرف الطاء لملك وندى ط انتوا ملك وندى صح وهم النون بس معانا طبعا تايم نخلي بالنا. معانا تايم 16 15 14 6 5 4 3 2 1 اوكي يلا نسيب القلم خلاص يا ندى. ولد نادر نادر البنت نوال نوال او نهى حيوان نمر نمر الجماد نظارة نظارة البلد ما عملناهاش والنبات ما عملناهاش برضو 4 وما جبتوش البلد 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 ما جبناهاش نيجيريا اوكي يلا ولد
طاهر وطه. جميل البنت ما جبناهاش. ماشي. الجماد طاولة. طاولة. النبات ما جبناهوش. الحيوان طاووس. بلد ما جبناهاش. احنا كسبانين. احنا هو كده فريق عمرو عمار برضو حصل على الاعلى، فهم هياخدوا الكريستاله المره دي في سؤال اللغه العربيه. ملك وندى لسه، بس احنا مش عارفين لغايه دلوقتي، هي طبعا المنافسه شديده لان في اسئله راحت من ندى وملك وفي اسئله راحت من عمرو وعمار، مش عارفين كل كاس فيه قد ايه من الكريستالات ومين في الاخر اللي هيحصل على كاس التفوق. احنا مش عارفين لسه، لسه معانا اسئله. هنكمل مع بعض السؤال اللي بعده. مستعدين؟ اوكي يلا. احنا مش عارفين، لكن احنا لغايه اخر لحظه لازم نجتهد، لازم نجتهد لغايه اخر لحظه عشان تبقى شخص متفوق لغايه اخر لحظه. مفيش حاجه اسمها احنا منهزمين. اوكي يلا مع بعض. هو هنا طبعا جايب لي الحاجات اللي احنا قلناها. يلا سؤال السرعه. هقول لكم ايه هو بقى سؤال السرعه للفريقين، عشان هيبقى فيه كذا سؤال سرعه. اولا هقول سؤال او انا هجيب صوره وهسالهم عليه. الفريق اللي هيجاوب اسرع هو مش هيبقى ليه تايم، الفريق اللي هيجاوب اسرع هو اللي هياخد الكريستاله بتاعته. ده سؤال معتمد على السرعه. قلنا الشخص المتفوق لازم يبقى سريع، زي ما قلنا سؤال في قوه الملاحظه او التركيز او التدقيق. يبقى دلوقتي سؤال السرعه هيبقى للفريقين. الفريق اللي هيجاوبه اسرع اللي هياخد باله الاجابه او اللي هيعرف الاجابه وهيقول الاجابه اسرع هو اللي هياخد الكريستاله. اوكي مستعدين؟ السؤال ده للفريقين. اوكي عمرو عمار دبل ايه جالاكسي يلا. بيقول لي في اي صف يوجد الباندا في الصوره؟ في اي صف يوجد حيوان الباندا في الصوره؟ هو هيجيب لي حيوانات كتيره جدا او الصوره مليانه حيوانات او فيها حاجات كتيره جدا متشابهه. انت سريعا شوف حيوان الباندا في انهي صف، وانا مرقمه لك على جنب عشان تقولي مثلا في الصف الاول او الثاني او الثالث وهكذا لغايه 11 لغايه 11. مستعدين؟ نركز جدا. خلي بالك ده سؤال سرعه. أين يوجد حيوان الباندا في الصورة؟ ده باين جدا على فكرة. 7. لا غلط. أين يوجد حيوان الباندا في الصورة؟ باين جدا. 5. حيوان الباندا موجود. بص كده. ربع. أهو. حيوان الباندا. هم جايبين لي حاجات متشابهة جدا، بس أنت تاخد بالك لازم تبقى مركز قوي، لازم تبقى مركز جدا. اللي هياخد الكريستالة بتاعت السؤال ده فريق ندى وملك. اللي هياخد الكريستاله بتاعت السؤال ده فريق ندى وملك. على فكره لسه معانا اسئله تانية، اسئله سرعه، يعني نقدر نعوض يا عمرو انت وعمار. اوكي السؤال ليه علاقه بالسرعه، يعني انت تركز قوي، تركز جدا وتجاوب بسرعه الاجابه. مش اننا نقول يا عمرو اي رقم وخلاص، لازم تبقى واخد بالك. هو بيقول لي اين يوجد حيوان الباندا في الصوره؟ طبعا باين جدا ان الصوره فيها حيوان باندا على جنب، طبعا كلهم لونهم ابيض وشبه بعض، بس طبعا باينه جدا هي ركزت ندى وطلعت في الصف الخامس. اوكي كان موجود في الصف رقم 5. طب انا عايزه اقول بقى سؤال سرعه تاني للفريقين. طلع ورقه وقلم. هنقول دلوقتي هطلب حاجه منكم تطلعوها. عايزه مساعدين برضو اللي هيجاوب مش هيبقى ليها تايم. اللي هيجاوب السؤال اسرع هو اللي هياخد الكريستاله. اللي هيجاوب السؤال اسرع هو اللي هياخد الكريستاله. عايزه ثلاث محافظات مصريه تبدا بحرف الباء. ثلاث محافظات مصرية تبدأ بحرف الباء. احنا هناخد اسئلة كتير دلوقتي. اقول ايوه بورسعيد. جبت ثلاث محافظات مصرية تبدأ بحرف الباء. اوكي بورفؤاد بنها. لا احنا عايزين محافظات. بنها محافظة. محافظة بنها. عايزين محافظات. احنا عايزين ثلاث محافظات مصرية تبدأ بحرف الباء. سهلة جدا. ثلاث محافظات مصرية تبدأ بحرف الباء. قولي. لا. ها. قولي. ملك عرفتي؟ بورسعيد. ماشي. وبنها. نو. بورسعيد طبعا. ها. بلطيم. انا عايزه محافظات، عايزه محافظات. يعني مثلا انتوا قلتوا بورسعيد طبعا محافظه بورسعيد. ها لسه عندنا محافظتين كمان يبداوا بحرف الباء. هي بورفؤاد دي غلط ولا صح؟ يعني مثلا ها ها
عايزه حد ياخد الكريستاله. ثلاث محافظات مصريه تبدا بحرف الباء. ثلاث محافظات مصريه تبدا بحرف الباء. الفريقين ركز كده في الخريطه، ارسم الخريطه كده في دماغك وركز كده وعيد المحافظات فيها ايه، سواء وجه قبلي وجه بحري، محافظات حدود، محافظات ساحليه. ثلاث محافظات مصريه تبدا بحرف الباء. كده حرف اثنين. هو المفروض ان كان يبقى الاجابه تبقى اسرع من كده، المفروض ان الاجابه كانت تبقى اسرع من كده. ها خلاص انا اللي هجاوب. احنا ايه؟ محافظه البحر الاحمر. بحر احمر ماشي، بس هي بتقال البحر الاحمر بس اوكي. بس انا ممكن اقول بني سويف، محافظه بني سويف مثلا بالباء. في محافظة ايه كمان؟ انا سهلتها عليك، وفي محافظة كمان بحرف الباء. محافظة ممكن بحيرة. احنا لو قلت ثلاث محافظات مصرية بحرف الباء، بني سويف، بورسعيد، بحيرة، ونفكر تاني في سؤال تاني. طيب احنا كده جبنا اثنين هما واحد. لا بس هو كان لازم سؤال السرعة يبقى في الثلاثة، اوكي؟ انا عايزة اربع محافظات، خلي بالك ما تقوليش اماكن، يعني ما تقوليش بلطيم، ما ينفعش، انا بقول محافظات. انا عايزه اربع محافظات مصريه تبدا بحرف الالف. الف مش الف ولام، ما تقوليش البحر الاحمر، البحيره، لا. اربع محافظات مصريه تبدا بحرف الالف مش الف ولام. اربع محافظات مصريه تبدا بحرف الالف. أربع سهلة جدا، زي ما قلت لك ارسم الخريطة في دماغك، شوف إيه هي المحافظات. أنتوا حافظين الكلام ده جدا في الجغرافيا. أربع محافظات مصرية تبدأ بحرف الألف. ها؟ إحنا عارفين ثلاثة. ناقص واحدة سهلة. حاجة سهلة جدا، سؤال للسرعة. خلاص ها ثانية ها. أربع محافظات، أربع محافظات مصرية بحرف الألف. هقول أنا للأسف كده محدش قال، بس هو كل واحد يقول لي طبعا المحافظات اللي هو جابها. يلا ندى. أسوان، أسنة، وأسيوط. لا هو أسوان، اسكندرية. طب اقول طيب ثانية واحدة، اسماعيلية، اسيوط، اسوان، اسوان واقصر واسيوط. خليكم معايا بقى، احنا كده دلوقتي للاسف وقت الحلقة خلص معاكم، بس احنا دلوقتي مع الفريقين، كل فريق هيعد عدد الكريستالات اللي هو اخذها في الكاس بتاعه علشان نعرف مين الفايز، مين الفريق الفايز بكاس التفوق. فريق جالاكسي ندى وملك ولا فريق عمرو وعمار؟ 7. انتوا عديتوا الكريستالات. فريق دبل اي كام يا عمرو؟ هيا عمرو؟ سيفن. سيفن؟ اوكي، يبقى فريق دبل ايه عمرو وعمار حصلوا على 7 كريستالات. 10. اوكي ده الفرق فظيع. طبعا الفريق الفايز بكاس التفوق النهارده فريق جالاكسي ندى وملك، فريق البنات. طبعا فريق الاولاد هم حصلوا على 7 كريستالات، لكن هم حصلوا على معلومات كتيره جدا. انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم. ثانك يو ندى، ثانك يو ملك، طبعا الفايزين، وهم اللي حصلوا على كاس التفوق النهارده. ناخد الكاس بقى قدامنا كده، هم اللي فازوا طبعا. ثانك يو عمار، ثانك يو عمرو. طبعا كنت مبسوطه جدا معاكم النهارده، حصلنا على معلومات والحمد لله. الحمد لله الفريق الفاز وسواء الفريق الثاني، هي كانت تجربه جميله، وان شاء الله نشوفكم تاني. شكرا والى اللقاء.